الفساد الذي الذي شاب تعيينات اخيره مع تربيه محافظه بابل والمحسوبيه والمنسوبيه. راح ننقل لكم حاله من مئات اذا مو الاف الحالات اللي مرت على خريجي بابل. اليوم احنا يم الاخ حسن محمد راح ننقل لكم معاناته اللي شافها اليوم، مو بس اليوم، من اول ما بدت التقديمات لليوم. الكلمه لك حسن. انا اشكرك طبعا جزيل الشكر. اول شيء هذا الكتاب مالتي مال التقديم والاستماره الالكترونيه. نعم. بالصفحه الثانيه شو يقول؟ من ذوي الاحتياجات. لا خلي انت الخاصه. اقرا وعاد. ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. قبل كم يوم طلعت الاسماء. نعم. الاسماء على مود كل شخص يعرف ايش طلع له او النقاط مالته. جمعهن. نعم. فانا تفاجئت طلع لي عام. نعم. انت ما مشغول بالنقاط باعتبارك وسائل خاصه. نعم. طلع لي عام. نعم. فرحت فتحت باب الاعترافات، رحت على مود اعترف لان انا لازم يكتبون ذوي الاعاقه ما يكتبون عام. نعم. فقلت لهم انا طلع لي عام اريد اصحح من عام ذوي الاعاقه. نعم. اعطيتهم الاستماره اللي هاي هستون عرضتها. نعم. شافوا الورقه الثانيه اللي قدم عليها الامتيازات بان هي صحيحه. فايش قالوا لي؟ قالوا لي هذا الكتاب مال اللجنه الطبيه ما يمشي. قال لي ليش ما يمشي؟ جيب لنا صحه صدور وشنو؟ لا جيب لنا تعيين من الرعايه. جيب. هذا الكتاب اللي يحكون عنه ما يمشي. نعم. اللي هي بترعن. بالمناسبه اقطع كلام حسن بخير، هذا الكتاب اللي هو عباره عن صورته وختومات وتواقيع مختلفة، خوش ست تواقيع وختومات اثنين مثل ما تشوفون. هذا كتاب ما مشى، بينما الكتاب مال موج الله يسر عليها بترعد الجبوري مشى، في حين لا بي صورة خوش ولا بي ختومات وتواقيع متشابهة للجنة، بينما حسن هذا كتابه ما مشى.